يلعب ما يسمى بهرمون السعادة أو السيروتونين دوراً بارزاً في جعل مزاج الإنسان مضبوطاً ومتوازناً إلى حد ما، ويتأثر نظام إفراز السيروتونين بشكل كبير بالعوامل البيئية والضغوط اليومية، فينخفض في حالة القلق والحزن ويرتفع في حالة المرح والسرور. فكيف يمكن تحفيز هرمون السعادة في الجسم والتخلص من الاكتئاب؟ طبعا للمزيد تنضم الينا في الاستوديو الدكتوره داليا ناجي، اختصاصيه الامراض النفسيه والعصبيه. لو نعرف انه الهرمون هذا ممكن ينباع في علب يعني كبسولات مصل يعني عادي افلس اخذ قرض واشتري، ما عندي مشكله. صباح الخير دكتوره. صباح النور. طيب سؤالنا اليوم، طبعا بما انه يوم السعاده العالمي، كيف ممكن فعلا نزيد افراز هذا الهرمون ونشعر بسعاده اكثر؟ في الحقيقه هرمون السعاده احنا مش هنقدر نقول ان هي ماده السيروتونين بس، هو العقل البشري ماده المواد اللي بيفرزها مختلفه كتير عشان نشعر بالسعاده، منها ماده السيروتونين، ودي موجوده مع كل ما هو كل نشاط يزود السعاده عندنا. انا شفت الناس كاتبين لو ارتبطت بشخص، لو وصلت لحاجه، علاقتي بربنا، كلها حاجات خارجيه. الناس متخيله ان انا امتلاكي الاشياء خارجيه هيزود السيروتونين او هرمون السعاده عندي. في الحقيقه السعاده مصدرها داخلي. يعني انا لو عايزه احفز هرمون السعاده عندي هبدا بان انا اخد قرار السعاده. انا لما اخد قرار ان انا عايزه اعيش سعيده، ده في حد ذاته بيتم تحفيز المواد الكيميائيه كلها في المخ زي السيروتونين والدوبامين والاندورفينات. بس دكتوره انت عارفه يعني هاي المواضيع تحديدا اللي هي احنا نتكلم ان هي شوي نوعا ما فلسفيه، يعني هو حلو اوكي انا قررت ان انا اليوم راح اكون سعيده، ممتاز. طيب وبعدين كويس. ايش اذكر نفسي؟ دي فكره، لكن الفكره محتاجه خطه للتنفيذ. حلو. في شويه حاجات بسيطه احنا لو اتبعناها ممكن ده يساعدنا كتير. اوكي. منها ان احنا نبتسم. يعني انا شفتكم وانتم بتتكلموا وبتضحكوا، او السعاده ده شعور والشعور معدي. انا لو قاعده مع حد متضايق ومكشر طول الوقت غصب عني هحس بحزن. لو حد بيضحك وبيبتسم انا كمان هحس بسعاده. طب انا لازم اقعد مع حد هو اللي سعيد؟ لا، ممكن ما الاقيش. فلازم انا ابتدي بالابتسام. جميل. لو جربت ان انت تبتسمي بس كده وتبصي لنفسك في المرايه، صعب جدا تحسي بشعور سيء. المخ بيلقط اشارات اول مع عضلات وش انها تبتسم انه يحس انه بس ما بتدوم. دكتوره انا جربت، لانه حتى مثلا في مفاهيم مثلا اليوغا او علم الطاقه انه انت حتى ممكن تضحكي تبدا يومك بس تجبري نفسك حتى انك تبتسمي او تضحكي، اوكي بتدوم لفتره معينه، غير طبعا حاولوا تعملوها في غرفه لحالكم لانه هتبانوا زي مجانين شويه كده ضحك من غير سبب. مش ابتسامه، إيه؟ ضحكه. احنا عايزين ضحك. ايوه ضحكه ابتسامه، بس لاي مدى راح تدوم؟ اوكي وهتبتسمي وبعدين السعاده تبدا ضغوط الحياه متجدد. يعني انا ما ينفعش افترض ان انا هبقى سعيده، هعمل حاجه تخليني سعيده باستمرار. جميل. هو قرار متجدد محتاجه طاقه داخليه جوايا تخليني اعمل حاجات كتير جدا في اليوم بتاعي تجدد طاقه السعاده. جميل. طيب زي ايه مثلا؟ هل في بعض الماكولات اللي تزيد انها ترفع هذا الهرمون، او بعض الاشياء اللي ممكن زي النوم اليوم انا الاهم من الفعل، مفهوم منتشر جدا دلوقتي في علم النفس، مفهوم اليقظه، المايندفولنس. بمعنى ان انا اخد قرار واعي ان انا ارتبط باللحظه الحاليه اللي انا فيها، من غير ما افكر لا في لحظه سابقه ولا لحظه هتيجي عليا. هو ايه اللي بيخلي الناس تبقى مش سعيده؟ ان المخ البشري عنده استعداد 47% من اليوم انه يسرح، صح، ينفصل عن الواقع. المشكله لما بنسرح بنعمل ايه؟ نتخيل. يا بلوم نفسي على حاجه حصلت قديمه واقعد اراجع السيناريو، كان المفروض اقول كذا، صح، كان المفروض اتعامل بالطريقه الفلانيه، او قلقانه جدا من سيناريو هيحصل واحط سيناريو سيء جدا يخليني مرعوبه. صحيح. وافقد اللحظه الحاليه. صحيح. يعني لو انا ركزت دلوقتي ان انا قاعده معاكم ومركزه في تفاصيل اليوم ده بس في اللحظه دي، خلاص لا هقلق من حاجه هتحصل ولا هزعل من حاجه قديمه. ودي اكتر حاجه تديني احتماليه ان انا اكون حاسه بلحظات من السعاده. جميل. طب لو اللحظه دي مؤلمه او مش حلوه، كوني هتعامل معاها دلوقتي ده يخليني لما انتقل للحظه ثانيه خلاص ما افتكرهاش، ما افضلش مستمره بالحزن، لان هي زي ما الحزن معدي او السعاده معديه، ان انا اخد معايا المشاعر للحظات معايا مستمره ده بيخليها صعبه جدا جدا عليا ان انا اتخلص من مشاعر الحزن. طب اذا الشخص سرح ايش يعمل في هذه الحاله؟ يعني لان هو طبعا هو بيحارب طبيعه في نفسه، يعني اذا سرح كيف يرجع؟ وده من الحاجات الكويسه جدا في مفهوم اليقظه، ان انا لو خدت بالي ان انا سرحت انا مش هحكم على نفسي ان انا كده مش بعمل اللي عليا، لازم ارجع نفسي تاني للحظه الحاليه. يعني بنفترض ان العقل البشري مش مفروض انه يمتص الفكره ويحتفظ بيها، خلاص انا افتكرت دلوقتي حاجه حصلت لي سابقه، لازم ارجع نفسي وانبه نفسي بسرعه ان انا ارجع تاني للحظه الحاليه.
انت قلتي مثلا ان انا اكل حاجه حلوه اكل شوكولا مثلا كحد قايل اكل شوكولا لو انا مش مركزه في اللحظه دي في تفاصيل الحواس الخمسه بتاعتي كلها تركز في ان انا استمتع باللي انا باكله مش هيسبب لي السعاده يعني هي مش فكره ان انا اكل حاجه او امتلئ شيء الاستمتاع العيش العيش استخدم الحواس الخمسه بتاعتي كلها للتركيز فيه. طيب دكتورة يمكن نقص هرمون هذا الهرمون هرمون السعادة هل هو اللي يسبب الإحباط والاكتئاب وبالنسبة للأدوية اللي بعض الناس يأخذوها اللي هي مضادة الاكتئاب جزء كبير صحي فيها مثلا جزء أدوية الاكتئاب مهمة جدا لو احنا وصلنا لمرحلة الاكتئاب لكن في فرق ما بين الاكتئاب كمرض وحالة الحزن اللي بتيجي نتيجة مواقف صعبة حصلت في اليوم احنا للأسف بنسيء استخدام الكلمة اي حد بتضايق شوية بيقول على نفسه انا مكتئب لا الاكتئاب المرضي له أعراض وموصوفة ساعتها طبعا لازم ناخد أدوية علاج دوائي لتعويض نقص كمية السيروتونين في المخ لكن لو أنا حزينة أنا محتاجة أبذل مجهود علشان أتخلص من حالة الحزن بدون أدوية بدون أدوية لو أنا ما عنديش مرض اكتئاب لأن الحزن مشاعر والمشاعر متبدلة بس متى الواحد يروح عند الدكتور بس بشكل مختصر كويس لو أنا بقالي أسبوعين أو أكتر في حالة حزن شديدة جدا معيقة عن الحياة يعني حضرتك بتشتغلي مذيعه لو لقيتي نفسك بقالك اسبوعين مش قادره تبقي دورك فعال مش عارفه تبقي مذيعه مش عارفه تبقي زوجه مش عارفه تستمتعي بتفاصيل اليوم ساعتها لا في مشكله في حاجه شديده معيقه لحياتك يبقى لازم اتوجه للطبيب علشان اعرف انا كده محتاجه علاج ولا لا. الله يسعد ايامك دكتوره داليا ناجي فعلا شكرا جزيلا على هذه النصائح لكيفيه تحفيز هرمون السعاده في الجسم. كانت معنا دكتوره داليا اختصاصيه الامراض النفسيه والعصبيه شكرا جزيلا لك. شكرا. يوم سعاده سعيد.